بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الثامن والعشرون. هذا قطار. هذا اسم إشارة مبتدأ، قطار خبر. هل رأيت القطار؟ نعم رأيته. هل حرف استفهام؟ رأيت فعل وفاعل، القطار مفعول به. نعم حرف جواب، رأيت فعل وفاعل، والهاء ضمير متصل مفعول به. عندك مال كثير. عند ظرف مكان منصوب بالفتحة وهو مضاف، والكاف ضمير متصل مضاف إليه. عندك في محل رفع خبر مقدم، مال مبتدأ مؤخر، كثير نعت لمال. عند فريد قلم جميل. عند فريد في محل رفع خبر مقدم، قلم مبتدأ مؤخر، جميل نعت لقلم. رأيت القطار في المحطة، رأيت فعل وفاعل، القطار مفعول به. في المحطة جار ومجرور متعلق بالفعل رأيت. عندي كتاب مبدأ قراءة. عندي في محل رفع خبر مقدم، كتاب مبتدأ مؤخر، مضاف مبدأ مضاف إليه، وهو مضاف، القراءة مضاف إليه. متى جئت إلى بلدتنا؟ أمس وقت الظهر. متى اسم استفهام ظرف زمان بالفعل جئت. جئت فعل وفاعل، إلى بلدتي جار ومجرور متعلق بالفعل جئت. بلدتي مضاف، نا مضاف إليه. أمس ظرف زمان مبني على الكسر في محل نصب مفعول فيه بفعل محذوف. التقدير جئت أمس وقت الظهر. وقت ظرف زمان وهو مضاف، الظهر مضاف إليه، وشبه الجملة متعلق بفعل محذوف. جئت اليوم إلى المدرسة باكرا جدا. جئت فعل وفاعل، اليوم ظرف زمان بجئت. إلى المدرسة جار ومجرور متعلق بجئت. باكرا ظرف زمان بجئت. جدا مفعول مطلق بفعل محذوف. التقدير جد جدا أو جد جدا أو أجد جدا. جئت في الساعة السابعة. جئت فعل والتاء فاعل. في الساعة جار ومجرور متعلق بالفعل جئت. السابعة نعت للساعة. هل عرفت درسك؟ نعم عرفته جيدا. هل حرف استفهام؟ عرفت فعل والتاء فاعل، درس مفعول به، وهو مضاف، والكاف ضمير متصل مضاف إليه. نعم حرف جواب، عرفت فعل وفاعل، والهاء ضمير متصل مفعول به. جيدا نائب مفعول مطلق. التقدير عرفا جيدا. اقرأه أسمع. اقرأ فعل أمر وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت، والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به. أسمع جواب الشرط وحرف الشرط وفعل الشرط محذوفان. التقدير اقرأه إن تقرأ أسمع. أقول لكم قاعدة عن جوازم المضارع، فإن سقطت الفاء بعد الطلب وجاء بعده فعل مضارع مجرد من الفاء وقصد به الجزاء فإنه يكون مجزوما بذلك الطلب لما فيه من معنى الشرط، نحو قوله تعالى أستعيذ بالله قل تعالوا أتلوا. تقدم الطلب وهو تعالوا، وتأخر المضارع المجرد من الفاء وهو أتلوا، وقصد به الجزاء إذ المعنى تعالوا فإن تأتوا أتلوا عليكم، فالتلاوة عليهم مسببة عن مجيئهم، فلذلك جزم. والله أعلم بالصواب. كيف حالك يا سعيد؟ حفظك الله يا كريم. كيف اسم استفهام مبني على الفتح في محل رفع خبر مقدم، حال مبتدأ مؤخر مضاف، والكاف مضاف إليه. يا حرف نداء، سعيد منادى. حفظ فعل ماض والكاف ضمير متصل مفعول به، لوز الجلالة فاعل.
والجملة حفظك الله جملة معترضة لا محل لها من الإعراب، وهي التي تعترض بين شيئين يحتاج كل منهما للآخر ويؤتى بها لإفادة الكلام تقوية وتسديدا أو تحسينا. أو تقول حفظك الله جملة فعلية مع معمولها في محل رفع، يا حرف نداء كريم منادى. أين سليم يا فاطمة؟ ذهب إلى المدرسة. متى؟ الآن. أين اسم استفهام خبر مقدم؟ سليم مبتدأ مؤخر، يا حرف نداء فاطمة منادى. ذهب فعل ماض وفاعله ضمير مستتر تقديره هو. إلى المدرسة جار ومجرور متعلق بالفعل ذهب. متى ظرف زمان بفعل محذوف التقدير متى ذهب. الآن أيضا ظرف زمان بفعل محذوف التقدير ذهب الآن. اشتغلت أمس من الظهر إلى العصر. اشتغلت فعل والتاء فاعل. أمس ظرف زمان بالفعل اشتغلت. من الظهر جار ومجرور متعلق بالفعل اشتغلت. إلى العصر جار ومجرور متعلق بالفعل اشتغلت. متى تجيء إلينا؟ غدا صباحا. متى ظرف زمان بتجيء؟ تجيء فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت. إلينا جار ومجرور متعلق بالفعل تجيء. غدا ظرف زمان بفعل محذوف. صباحا أيضا التقدير أجيء غدا صباحا. هل عندك كتاب مبدأ القراءة يا سليمان؟ لا يا سيدي. هل حرف استفهام عندك في محل رفع خبر مقدم؟ كتاب مبتدأ مؤخر وهو مضاف مبدأ مضاف إليه. مبدأ مضاف القراءة مضاف إليه. يا حرف نداء سليمان منادى. لا حرف جواب يا حرف نداء سيدي منادى وهو مضاف والياء ضمير المتكلم مضاف إليه. التقدير يا سيدا لي. لما لا تشتريه هو كتاب جميل جدا. لما جار ومجرور متعلق بالفعل تشتري. لا نافية حرف مبني. تشتري فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت. والهاء ضمير الشن في محل نصب مفعول به وهو ضمير غير شخصي أي لا يدل على متكلم أو مخاطب أو غائب، وإنما يدل على معنى الشأن أو الأمر أو القصة، وإنه دائما بلفظ مفرد مذكرا كان أو مؤنثا. هو ضمير منفصل في محل رفع مبتدأ كتاب خبر جميل نعت جدا مفعول مطلق لفعل محذوف التقدير جد جدا أو جد جدا. والجملة هو كتاب جميل جدا جملة مفسرة. ما هو ضمير الشن؟ ركبنا القطار من محطة طشقندة وتوجهنا مدينة سمرقند. ركبنا فعل وفاعل القطار مفعول به. من محطة جار ومجرور متعلق بالفعل ركبنا. محطة مضاف طشقند مضاف إليه مجرور وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف، والمانع له العجمية والعلمية. وحرف عطف توجهنا فعل ماض نافعل. مدينة مفعول به بالفعل توجهنا التقدير توجهنا إلى مدينة سمرقند. مدينة مضاف سمرقند مضاف إليه مجرور وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. ذهبنا أمس إلى الغابة. ذهبنا فعل وفاعل. أمس ظرف زمان بالفعل ذهبنا. إلى الغابة جار ومجرور متعلق بالفعل ذهبنا. القطار يمشي على السكة الحديدية. القطار مبتدأ يمشي فعل مضارع خبر وفاعله ضمير مستتر تقديره هو. وهو يعود على المبتدأ على السكة جار ومجرور متعلق بالفعل يمشي. السكة منوعة الحديدية نعت للسكة. والله أعلم بالصواب.